مجاز ارت اليوم معاكم من دبي وورد سنتر، مركز دبي التجاري العالمي المختص في المعارض العالميه، واللي اليوم نحن موجودين لسبب مهم وحدث مهم جدا اللي هو معرض سيملس لتنفيذ احد واهم المشاريع لاحد زبائننا اللي هم لايكارد، واللي احنا بنفتخر وبنعتز بثقتهم الكامله فينا لتنفيذ مشاريعهم بما يتعلق في المعارض. اهلا وسهلا، موفق كردي، شركه لايك فور كارد ماركتنج، اسم الماركتنج باسم شركه لايك كارد. بحب اتوجه بالشكر الجزيل لمجاز ارت بشكل عام، والشكر موصول طبعا للاستاذ ايمن على المجهود الكبير كثير الواضح الحمد لله، وبالنهايه بتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم. السلام عليكم، انا معكم فراس المحلايه، احد الشركاء بشركه لايك كارد. باسمي وباسم جميع موظفين ومدراء وقائمين بشركة لايك كارد بتوجه بالشكر لشركة مجاز ارت اللي قاموا بهذا العمل الجبار والكبير اللي قدموا لنا اياه لتصميم البوث الى تنفيذه خلال هذه الفترة الكبيرة كلها، والمتابعة الدائمة مع السيد ايمن صاحب الشركة. بالنهاية بنشكر شركة مجاز ارت وبنتمنى لهم التوفيق. وهذه فرصة بنحب نأكد من خلالها انه جمال التصميم لا يعني نجاحه على ارض الواقع، في هناك متممات واسس حقيقية وصحيحة لنجاح التصميم على الصعيدين، على الصعيد الجمالي وعلى الصعيد التنفيذي. مجاز ارت اليوم توعد كل زبائنها الكرام وعملائها في داخل الامارات العربيه المتحده وخارجها على تقديم افضل الافكار الابداعيه هندسيا وتقديم افضل طرق التنفيذ على ارض الواقع.